يسعد لي صباحكم في فلوج جديد من المانيا. اللي مفكر انه الغربة سهلة، هاودي الفيديوهات هلا اللي حضرتوهن نبذة عن حياة اللي عايش بالغربة. فالغربة مش سهلة ابدا. مثلا انا وقت الفقد كان جاي عبالي اتروق بيض بسوجو، وانا من محبين البيض بسوجو، فكنت متخيل انه حيطلعوا مثل هاي الصورة اللي هون، بس بالحقيقة طلعوا مثل هاي اللي هون. ولايكو كمان اذا بتشوفوا وراي ثلج، طقس كان هول يومين ثلج ولا اجمل، بس كمان كتير سقع. هلا الحرارة شي ناقص 2، وصلت بالليل الحرارة لناقص 12، تخيل. فشوفوا كمان كيف تسكرت الطرقات، بطل عندهم الدولة ملح ليرشوا على الطريق. حضارة حضارة. طيب اليوم شو مشروعنا اليوم؟ اليوم رح نروح مشوار حلو. اوكي هلا انا ناطر رفيقي بصن وصل. رح يجي وصل احوم. هلا 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 كيف الرئيس؟ شو معلم؟ رواق كله تمام؟ هيدا رفيقي خليل، عرفكم علي. اتكلنا على الله؟ يلا روح لعنا. هلا وصلنا على مدينة رويتلينغن، ونحن بالطريق رايحين على أضيق شارع بالعالم نحن وخليل. بهاي المدينة برويتلينغن بيشتروا العالم أكثر شيء بيوت، هاو اللي بيشتغلوا بالمرسيدس، لأنه هون المنطقة غالية وبيوت بتجنن يعني. ليكو هيدا البيت جوا زيت. ليكو هون، وحتى في هون أنا نسيت أخبركم، في الكنيسة، كنيسة قديمة كتير كمان، بس ان شاء الله بعدين بنعمل لها فيديو. وصلنا على اضيق شارع بالعالم، اكس شتراسي درفيل. هيدا اضيق شارع 31 سنتيمتر، يعني 31 سم. 31 سم يعني هلا حسين اكيد ما بيساع، بس انه انا ضعيف. طب هلا رح نفوت على هيدا الشارع ونتعرف عليه. بدك تفوت معي؟ ما بساعش بالشارع. خليل بتساع؟ هل ما انا هون رح ابرم. هل لازم ابرم كمان؟ بساعد والله، معقول يعني مساعد. بس هون خلص انا ما تعاد عاد. ليكو بيرم وجهي هيك لانه ما فينيش اروح وجهي لقدام. هيدا اضيق شارع. هلا هونيك 40 سنتي وراي، وهون بيصير ضيق اكثر 31. لك علاد ولا علاد؟ بتساعدني بتساعدني. هاو البيتان اللي هون، هاو اللي اشتريتهم الدولة من اصحابهم، بس لحتى ما حدش يشيل هيدا الشارع ويخلوه اضيق شارع. طيب هيدا الشارع شو قصته؟ هيدا بالعام 1726 احترقت المدينة هون، اسمها رويتلينغن، هو مدينة رويتلينغن احترقت 3/4 حوالي 80%، وهيدا الشارع صاروا يهربوا العالم منه على الساحة التانية. فهيدا حد هلا بس يجي حدا لهون وبيطلع بهيدا الشارع بيتذكر الحريق اللي صار من حوالي شي 300 سنة. وهيدا الشارع بعد الدمار اللي صار بهاي المدينة عمروا هاو البيتين مثل انه بالغلط، وصار بيناتهم هيدا الشارع. هو بيقولوا له الشارع، بس هو بين مثل زروبي يعني. ففي واحد هيدا بانجلترا حسب قال انه عنده اضيق شارع اللي هو حوالي 67 سنتي، قالوا له هون بالمدينة لا، نحن هيدا الشارع اللي عنا هو الاضيق. فاجا لهون وقال لهم لا مش مزبوط ومن هالحكي، وجيبوا مهندس وكشف على المنطقة وقال لهم لا هيدا شارع، وهو بيعتبر هلا اضيق شارع. لك شي ها شي ها والله قلب الطون كأنه طلعت تشعر شي ها. ايه هيدا لانه ليك حتى هون الحجار يعني ما في حجارة صح. لا ايه ده حيفرط علينا. تعال شوف هاي تعال. وشوفوا هون كمان
حاطين له رقم 9 له حتى ايد البيت المعفن حاطين له رقم يعني عليكم هون مصبجين وملحمين هذا لانه البيت من بعد الحريق تعمر ويعني تزبط فهلا صار تعبانه حالته وهيك دعموه شوي ورمموه هيك اذا بتشوفوا هون كمان في شقفه عادي كل ما تهزز البناية شوي بيكون ايه واحد لايكو اذا بتشوفوا هون كمان هايدي تابع لهيدا البيت دقرب البيت التاني يعني بيت واحد فيكن تقول وهيدا الشارع موجود هون حتى لك البواب شو حلوين هيدا باب يأ وهيدا باب وهون بريف كاستين هايدي تبع وهيدا بيت وهيدا بيت باب لك ثلاث بواب ولك هونيك في بباب وهذا باب لهيدا البيت يعني هوت عمره جديد من بعد 1726 بدك تقول صح يعني 300 سنة عمرهم هول البيوت يا ويلي أنا بلبنان بنزل السطر بس بتشتري شيء من التكيل هيدا البيت حيوه علينا أصلا طلعوا هون إذا بتلاحظوا هيدا البيت ما بيحتسبش بيت هيدا مقصوم نصين هون ليكوا شقفة وهون شقفة وعمرون عرجوا حطوها وهذيك البيت الثاني وهونيك الشارع بتحته هلا ممكن كمان يكون السبب عشان وقت الحريقة عملوا هيدا القسم وهيدا القسم اللي بقي عملوا له قسم تاني الظاهر طلع طويل شوي وضل مكمل على البيت التاني واحد هون هلا لا ممنوع نصور هلا هون حطيت انه هيدا بيت الساحرة هيكسن هويز عيطن فئين يعني فئين يعني فريق فهوني فريق السحر الصغير روب يا روب هم بيموناش هلا وصلنا على نقطة تانية بس بدنا نطلع نرجع نمشي لفوق او كلهم لفوق والطريق كله تالش فما فيناش نطلع بالسيارة والفراري عم بتزمر ليه لايكو المناظر تحت يا سلام لايكو هون خلص انا بدي اعيش هون مثل البيوت عنا بلبنان نفس الشيء والسيارة لايك البورش وهيدا كله هلا مفرجيهم الفيراري اللي ما مفرجتكمش سيارتي اصلا وبدنا هلا صفينا الفيراري هون وبدنا نطلع لفوق ماشي يلا خلوكم معنا يا حسين بعد كتير نمشي لهونيك بدنا نمشي كتير بعد انتبه مرحبا مرة جديدة فيكم من السيبيريا ومعقول آخر مرة كمان معقول آخر مرة لأنه في قدامنا هذا الطريق كله بحر بدنا نتسلقه ورح تطلع روحنا عن جد يلا مشي أنا مش عارف أصلا السيارة خليل عم يسب لي نحن مشينا وتلجنا هوا مش طبيعي وحرارة شي ناقص 5 صارت ولايكو بس مناظر بتجن ونحن لا جينا من هاي الميلة حبايب مختصر الطريق بس طلع اضرب من هيديك الميلة حب هيدي بدها صورة يا زلمة هاي بدها مش تحت. صورة هاي بدها شتاتوس روعة هلا بتغوني من فرجيون مع انه في هوا بس في ديكو لك لك دي مش قادر احرك ولا لا صارت هلا هون صارت الحرارة ناقص 8 تقريبا هيك شيء ناقص 10 ناقص 10 هلا بقولكم نحن بسيبيريا هلا وعم نتسلق هلا مدينة رويتلينجن تحتنا صارت مطرح مع هيدا الاضيق شارع صورناه وهلا نحن فوقها طلعين على التل اعلى تل فيها ما بتطلع عليها تقريبا على الجبل كله اللي ورا شو صرنا هلا هون انت عشو بالتلج هون تعال شو هيدا مش تلج عادي هيدا بيسموه بودا شني لايكو بودا بودا شني هيدا اللي فوق هون اوكي كله في ايست اوف مسق مظبوط لايك مجلد يا محمد بودر يعني هيدا الغشت شني يعني هيدا يعني شني تبع مش تحت الصفر اكتر كمان. ايه اكتر تبع سيبيريا عم بقولكم لايكو المنظر لايكو يا ويلي بدها صورة ها يا جماعة
صار لنا هلا شيء ساعة مشيين وشيء 14 او 17 مرة قلنا هلا بنوصل. تبي بجلي القهر شكلنا ما رح نوصل رح نموت. تبي بجلي لك منظر طيب. بس المنظر روعة. اعطونا 5 دقايق وباذن الله بنرجع من لكم 5 دقايق ونوصل. هاي اخر طلعة المنظر غشتي قايل. اوه الحمد لله وصلنا واخيرا على قمة. الحمد لله على السلامة. مشينا على 11 الصبح وصلنا على 3 هلا 3 الظهر بقى اليوم بس اللي بعده. وليكم ايه حد فيك تفوت لقلبها بس مسكر انا. ليكم المنظر اللي وصلني له لنا ساعة يدهو بيستحق. البيت مفتوح طلع وينيت. ايوة الباب مفتوح. الباب مفتوح كمان. هيت لنفوت على هيت لنفوت بيجين اوف ايجين جفار. انتبهوا كمان هيدا يعني بتحمل الوقت اللي يكون في اشباح جوا. ما بقى سنة نفوت. يلا فوت بسم الله. لا بيقاوي لو نقشتني زهنة. طيب تعال نطلع يكون في بقلبه عم نبخاف من شيء. يلا اطلع لهينا. المهم اكون في رأسك. هلا نحن بدنا نعرفكم على هيدا البرج. هلا هون محطوط لهون ما بتعرف فيه. هيدا البرج اسمه برج اخالم مع بغويتلينج باعلى تله. ليكو تحتنا هيدا الشباك بيطل لتحت. طيب هلا خليل رح يخبرنا قصته لانه هو بيعرف يحكي الماني احلى. هيدا البوك اسمه بوك اشالم. عمروها من 1024 ل 1050 يعني ضلوا 26 سنه هنا وعم بعمروا فيها. بالسنة 1376 صارت هالبوك ملكة بادن فيرتمبرغ. بالسنة 1822 كان في خطر كتير على هالبورك عشان كانوا خايفين توقع عشان الحجار والبتون ما كان ثابت منيح. قاموا ب 1932 استلمتها الفئين غويتلينجن يعني مجموعة غويتلينجن وزبطوها وعمروها منيح وثبتوها. وهلأ هاي بدك تقول منظر كتير حلو وصارت زين تبدي شكايت بغويتلينجن يعني العالم بيجوا من مطارح بعيد بس عشان يشوفوا هالمطار. هلا رح ننزل هاي النازلة قبل ما نخلص الفيديو ورح نعرض لكم الاكشن معنا. يلا روح علينا روح جاهز. ثاني ها واحد اثنين بسم الله زين. لا الحمد لله وصلنا. هلا وصل هون رح ننهي الفيديو. اتمنى يكون عجبكم. ما تنسونا من الدعم لانه طلعت روحنا. نحن وصلنا بس لنفرجيكم الفوق. يلا اضغطوا كبسة هاللايك ومش مشترك بالقناة هلا يشترك. سلام سلام.